السلام عليكم الغزالات، كي دايرات؟ لاباس عليكم. اليوم جيتكم بوصفه جديده، غنصايب ان شاء الله باذن الله كويرات السرديل، وقلت نشاركها معكم علاش لا. المهم هنا غادي نصايب، تما ديجا درت، هنا درت السرديل، درت فيه شويه القزبر معدنوس، شويه التحميره، شويه سكينجبير، شويه ديال السودانيه، شويه البزار، وثومه. درت تما جوج ضروس ديال الثومه، غنطحنهم ابخي غنخلطهم مع الرز. وهنا مطيشه غادي نحكها وغنخلط معها هاد العطريه. المهم نتوما راكم معايا وغتشوفوا ابخي كلشي. بنات فوالا، هنا راني طحنت السرديل، دابا غنخلط معاه هاد الرز وغنعصر فيه شويه الحامض. المهم الحامض شنو لكم، انا كيعجبني ديك المذاق ديال لاسيديتي مع السرديل، كيعجبني باش يكون محمض. دوكو غنزيد فيه شويه الحامض، وغادي راه درت فيه معلقه زيت البلديه، وزيت البلديه كتبقى اختياريه، بغيتو ديروها فيه ديروها، سينو بغيتو حتى باش تحكو مطيشه وتنصبوها ديروها، كيبقى لكم اختيار. المهم انا زدت فيه، درت فيه معلقه زيت البلديه، ودابا غنخلطو مع الرز والحامض. فوالا البنات، ها انا درت في الطاجين، حكيت دوك مطيشات لي شتو قبيله، حكيتهم في الحكاكه غليظه. البنات كل واحد وكيما بغا، بغيتو تحكوهم في الرقيقه حكوهم، انا حكيتهم في الغليظه. دوك حكيت درس واحد ديال الثومه، حيت ديجا جوج طحنتهم مع الكفته، ودرت ديك العطريه كلها لي شتو، درت زيت البلديه، دابا غنشعل عليه ونمهل عليه، وغنبدا نكور الكفته ديالي. البنات فوالا، باش كورت السرديل، المهم كورتو و قطعت طريفات الحامض، باش اون فوا يتشحر هادشي غنزيد ليه ان شاء الله باذن الله الكويرات، و ابخي غندير في الفرن الحامض. البنات الا كانت عندكم الفلفله، ممكن ليكم تزيدوا عليه الفلفله، سوا خضرا سوا حمرا اللي بغيتو. بغيتو ديروا الحامض مصير في بلاص هاد الحامض، هذا حتى هو دايس كيجي بنين. بنات ها هو الطاجين بعد ما كتستفوا الكويرات على لاصوص. فوالا البنات، واحد الاضافه، ممكن لكم تزيدوا معلقه د مطيشه الحب، انا ما ستاش ما عنديش، هكا عاوتاني كيجي بامال وصافي. فوالا، الا كاينه شي وحده كتحم شافت لا فيديو تسمح لي بزاف، و جيسبر يعجبكم، و جيسبر تجربوه وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير. و بور البنات اللي اول مره غيدخلوا لما فيديو وغيدخلوا لما شين، كنقول لكم تابوناو كوم سا يوصلوكم دوطخ فيديو ان شاء الله، ويوصلكم الجديد ديال ماشين، وكوم سا تشجعوني ونزيدو القدام ان شاء الله باذن الله. كنقول لكم شكرا بزاف، كاع اللي غيدخل يشوف لا فيديو غيدير ليها جيم، كنقول ليه شكرا بزاف.